البيت كله خرابة معنى الكلمة، فيش عندي شبابيك تسكر، فيش عندي حيطان كلها دايبة، فيش كهرباء، وضع عندي البيت سيء للغاية، ما فيش إشي يعني اللي واحد يقدر يعيش. عتمة طول نهاري في عتمة أنا أولادي، حتى فترة امتحانات والله ما بقريهم، من قريهم ما تيجي الكهرباء ساعتين ثلاثة، وانقطعت الكهرباء الدار كلها عتمة. رحمة حول العالم في قطاع غزة تقوم الآن بإعادة ترميم وبناء وتجديد لهذا المنزل. هذا المنزل يعود لأحد الأسر الفقيرة المتعففة في قطاع غزة.